ونطلبوا منهم اجل باش يردوا علينا باش نردوا على هذا الامر. إذا هذا اليوم التواصلي يندرج في إطار واحد سلسلة ديال مجموعة ديال اللقاءات التواصلية اللي غادي يتم على الصعيد الوطني إن شاء الله. وكان اللقاء التواصلي ديال تارودانت هو البداية والتدشين ديال هذه السلسلة هذه إن شاء الله. في الصباح خصص أساسا لدراسة كيفية تدبير شباك المستهلك، واللي هو بالمناسبة بالنسبة للتارودانت أول كندشنوه لأول مرة، حتى هو يعتبر أول مؤسسة أو أول كيان جمعوي اللي غيمكن يقوم بالتدبير ديال الجمعية ديال حماية المستهلك ديال تارودانت. ثم إن شاء الله في المساء ستكون هناك لقاءات وعروض حول موضوع حماية المستهلك بالمنطقة في إطار واحد مجموعة ديال المحاضرات اللي غادي نقوم بها مجموعة ديال الدكاترة المتخصصين إن شاء الله. شكرا. اسم محمد كيماوي، النائب الأول ديال رئيس فيدرالية الجنوب لجمعية حماية المستهلك بالمغرب ورئيس جمعية حماية المستهلك بأكادير كبير. حنا اليوم في تارودانت، أولا بعدا كنشكركم على حسن الاستقبال وسعة الصدر ديالكم. حنا بدينا في أول انطلاقة ديال البرامج ديالنا الوطنية ديال شباك المستهلك في إطار التواصل مع المواطنين، اللي غيكون التواصل غادي يكون إن شاء الله أقرب وغادي يكون أكثر 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 مهنية. وهذا وجودنا اليوم في إطار اليوم الدراسي ديال جمعية حماية المستهلك ديال تارودانت بمناسبة فتح شباك المستهلك المهني. ما بقاش ماشي شباك مستهلك متطوع، وانما المهني اللي غادي يمكن يفيد الساكنه اكثر المستهلكه، بحكم انك تعرفوا ان المغرب تفتح على مجموعه ديال القطاع التجاريه في اطار القطاعات الحره في اطار التجاره الدوليه. دابا ولينا في واحد الواجهه جد مهمه جدا للمواطن، باقي ما وصلش للمستوى ديال المواجهه ديالها ومعرفه المخاطر والايجابيات والسلبيات اللي كتكون لصالحه ولا ضده. هنا جمعية حماية المستهلكين غتبدا واحد الدور مهم جدا وثقافة جديدة اللي يمكن يكون مواطن مجند على أساس أنه يواجهها. وشكرا لكم. ولكن كنا كنغفلوا اللي راه كاين واحد التوجه عالمي منخرط فيه المغرب للقضاء على الاكياس البلاستيك. احمد الشرادي، مندوب وزاره الصناعه والاستثمار والتجاره والاقتصاد الرقمي. في هذه المناسبه بغيت في اطار الدعم الدائم للوزاره ديالنا لجمعيات حمايه المستهلك والفيدراليات تنظم اليوم واحد اللقاء اللي نظمته جمعيه حمايه المستهلك ديال تارودانت بشراكه مع الفيدراليه جمعيه فيدراليه الجنوب لحمايه المستهلكين. وكان هذا اللقاء جد مثمر لانه طرحت فيه واحد المجموعه ديال الاشكالات، من بينها الاشكالات ديال القانونيه وكذلك اشكاليات ديال التاطير وكذلك اشكاليات ديال التموين ديال الجمعيات. وفي نفس الوقت طرحت واحد الاشكاليات اللي هي تتهم المستهلك بصفه دقيقه، كالبيع كالعرض كالاشهار
كذلك المميزات اللي ممكن انها تجعل المستهلك يعني مستهلك افيرتي. تنشكروا الجمعيه ديال حمايه المستهلكين تارودانت على هذا اللقاء اللي دارت لنا، ونتمنى انه ما تكون بادره طيبه للقاءات اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. رئيس جمعية بقعة تارودانت، الحمد لله كنتواجد الآن في واحد اللقاء تواصلي ندمته جمعية حماية المستهلك تارودانت، اللي الحمد لله تمت اتفاقية بين اتفاقية شراكة بين جمعية حماية المستهلك وكذلك جمعية بقعة تارودانت، اللي الحمد لله غادي نخدموا فيها على نطاق واسع باش الحمد لله نوصلوا المعلومة للمستهلك. كما كتعرفوا بأن البقالة الحمد لله هو نقطة وصل بين أي حاجة أي جميع الجهات، والحمد لله كنتمنوا هذه الاتفاقية اللي سنيناها الآن تعطي الثمار ديالها على أرض الواقع. اللهم يسر ولا تعس. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جمعية حماية المستهلك كان عندها شبيه عرس في مدينة تارودانت، حيث استطعنا الحمد لله نحضروا في هذا اللقاء يعني ممثل ديال الوزارة، رئيس قسم جمعية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أيضا المندوب ديال الوزارة المندوب الجهوي، رئيس الفيدرالية الوطنية ديال جمعية حماية المستهلك بالجنوب، مجموعة من الأساتذة المحترمين اللي عطونا يعني واحد الشرح مفصل للقانون المنظم لحماية المستهلك. هذا الحمد لله يعني كان مفرح بالنسبة لنا، كان انطلاقة موفقة، كان نشاط الحمد لله مفيد بالنسبة لنا وبالنسبة للشركاء الحاضرين من جمعيات ومسؤولين وغيرها. الحمد لله هذه انطلاقة كما قلت يعني مفرحة، نتمنى إن شاء الله يعني في المقبل القريب أن نبدأ اللقاءات القطاعية إن شاء الله بنجاح باش نستطيعوا يعني نشرحوا وندفعوا المستهلك من أجل أخذ الحقوق ديالو. وشكرا لكم.